طبعا لو نعرف انه في ناس بتبقى في اشد الاحتياج لهذه الاعضاء، خصوصا بعد ما الناس تموت، يعني لما تموت ويبقى في ليك اعضاء ويمكن التبرع بيها لناس انها تعيش. انا يعني مش محتاجه اكون مفتي عشان اقول ان دي تبقى صدقه جاريه. النهارده عندنا فنانه مستنيره ولامعه ومثقفه، قررت انها عايزه تتبرع باعضائها بعد وفاتها. معانا الفنانه الكبيره الهام شاهين. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا عمرو، ازاي؟ ايه الحكايه؟ انت فعلا قررتي انك هتتبرعي باعضائك بعد وفاتك لا قدر الله، ولا بعد الشر يعني؟ ده من زمان يعني. انا قايله ده لعيلتي واولادهم، يعني اخواتي واولادهم، ان انا لما اموت عايزه اتبرع بكل اعضاء جسمي. والحقيقه انا بقول الكلام ده من زمان، ده انا كنت بقوله من ايام ماما الله يرحمها، وكانت دايما تقول لي لا او ما تقوليش كده فالموضوع ده جوايا من زمان. النهارده طبعا اعلنته، كنا في ندوه توقيع كتاب سياده المستشار امير رمزي، وحبيت ان انا اعلن ده، يعني هذه المبادره. والاصلا يعني صاحب هذه المبادره الدكتور خالد منتصر، وانا يعني سبورت تماما ليها، ونفسي انها فعلا يعني يبقى فيها هذه الثقافه وفعلا تنتشر. اصل احنا بعد ما نموت ايه اهميه جسمنا؟ يعني الجسم ده هياكله الدود، خلاص هيروح له التراب وهياكله الدود. لكن لو انا اقدر اعيش حد من غير الم، طبعا اكيد مش همد في عمر حد لان ده بتاع ربنا، لكن على الاقل هيعيش من غير الم، من غير ادويه. يعني انا هقدر اعيش كم حد؟ انا عندي كليتين، ففي اتنين مثلا ممكن ياخدوا كلى، في حد ممكن ياخد الكبد، حد ممكن ياخد القلب، القرنيه بتاعت العين، العين كلها احيانا بيحتاجوها. يعني اي جزء من الجسم سليم طبعا، وده بيتوقف بقى على كمان الانسجه والسن والكلام ده كله. الجزء السليم عندي اللي ينفع لاي حد انا متبرعه بيه، وانا شايفه ان ده خير كبير، وزي ما انت قلت ده صدقه جاريه. وان انا بساعد انسان بحميه من الالم وبساعده انه يعيش حياه من غير ادويه، يعني حياه كريمه، انا شايفه ان ده الحقيقه شيء رائع وجميل، ويا ريت كلنا يبقى عندنا دي. لان مش فاهمين حاجه، احنا محتاجين الاطار التشريعي والطبي والقانوني لهذه المساله بالظبط. لان مثلا احنا كان عندنا بنك للقرنيه، الكلام ده من ايام السادات، وطبعا الاقلام اللي هجمت المساله والفكره ان ازاي وجسم الانسان ده مش ملكه، قالوا طبعا كلام كله اتصور ان هو بعيد عن الدين. وانا سمعت من يعني رجال دين مستنيره ان طبعا مش حرام خالص لا، احنا في دول إسلامية كبيرة حوالينا كتير بتجيز هذا الأمر. يعني طب ده عظيم جدا. وبعدين ليه احنا مثلا نستورد القرنية من الصين؟ يعني احنا بنستورد القرنية اللي احنا بنستخدمها في العمليات هنا في مصر من الصين، طب ليه؟ طب ما انا اقدر، ما انا عندي بشر كتير قوي، احنا عددنا كتير يعني ما شاء الله، فاللي القرنية بتاعته سليمة ليه ما يستفدش واحد بيها؟ عينيها تتصلح، هيقدر يشوف، ممكن يكون معرض للعمى.